لا ما بصير هيك، لازم اتجوز. عم بتضحكني وانا مو جاي عبالي اي منهم. طبعا نظر. لا تخبص، هاي المرة ما بتناسبك ابدا. والله ثروتها بتناسبني، قد ما اكلت ما بتخلص. سيفجي شو رح يصير فيها؟ سيفجي مين؟ ما في خير من سيفجي جولاي. لبين ما تأسس ياسمين الوكالة ولبين ما سيفجي تحط ايده عليها. واستنى يا بورا، ما رح تجيني فائدة الا من نظام. انت عم تحكي عن جد؟ طبعا عن جد، ما عندي قدرة انتظر. ماشي، معي مصاري بسويسرا، بس لأمتى؟ لا تطلعي فيني هيك، أنا شو إلي شغل باسطنبول بهذا الوقت؟ قليلي، أصلاً أنا لازم كون عم بعمل سياحة بجزر الكناري. بورا، أنت عايش بالأوهام، هاي المرة ما بقى ترجع لك أبداً. أنت هيك بتفكري جولا؟